أحلام في صدارة الأخبار من جديد بعد تصريحاتها والحقائق الجديدة اللي كشفتها في مقابلتها الحصرية في إي تي بالعربي. أربع حلقات ردت فيهم أحلام على كل الجدل اللي سببته بعد برنامج ذا كوين، لكنها أكيد فتحت جدل تاني وجديد على السوشيال ميديا. أحلام جاوبت فيها اللقاء على الأسئلة اللي تركتها من دون أجوبة بعد عاصفة برنامجها، وردت على كل المنتقدين وكشفت اللحظات اللي عاشتها في أول أزمة بتواجهها في الفن. ولأنها غابت عن الإعلام بعد قرار إيقاف البرنامج، فالكل كان مستني ردها اللي خصت بيه إي تي بالعربي، فرجعت تصدرت منشطات أخبار المواقع ووسائل الإعلام في الصحافة الفنية. ده جزء من العناوين الكتيرة اللي ركزت عليها الصحافة العربية بعد تصريحات أحلام في لقائها الحصري مع إي تي بالعربي. كل وسيلة إعلامية كتبت عنوان حسب الأهمية اللي شافتها، وأكتر التصريحات اللي أثارت الجدل كان كشف أحلام عن أجرها في برنامج ذا كوين واللي اعتبره البعض خيالي. قضيتي أجرك بالكامل بالبرنامج؟ أي نعم. 3-4 مليون دولار؟ أيوة صحيح. وين راح هادولي؟ عندي في البنك. أما تصريحها بأنه وراء إيقاف البرنامج جهات عليا كمان خد جزء من عناوين الصحافة. طيب أحلام، هل بتعتقدي أنه في جهات عليا كان لها دور فعال أكيد في إيقاف البرنامج؟ أكيد 100%، متأكدة. الاهتمام الكبير بلقاء أحلام اتنقل للسوشيال ميديا، فاتملت صفحات الإنستجرام وتويتر بمقاطع من المقابلة. يكرهوني أنه ومبسوطين أن البرنامج توقف، نسوا شيء مهم أنه أنا أحلام وأنا في المشكلة. يكلموني قرطاج، يكلموني جرش والمغرب عشان أعمل حفلات، اللي في نفس الوقت أنا هذا الشهر عندي أكثر من 8 زواجات، شغلي ماشي، مو برنامج بيوقفني. والأكثر تداولاً كان تأكدها بأنه البنت اللي تكلمت عن الخيانة في البرنامج ما تقبلتش. البنت العمانية لم تقبل في البرنامج. لماذا؟ لأنه أنا كنت ضد فكرة أنه يدخل. بالإضافة لموضوع امتناع أصدقائها الفنانين والإعلاميين عن التعليق بعد إيقاف البرنامج. ما يقدرون لأنه خلاص توقف البرنامج. والبعض ركز على استبعادها من مناسبات مهمة في الإمارات وإلغاء تعاقداتها من حفلات زفاف مهمة. وفي اليومين اللي فاتوا الصحافة ركزت على 3 حاجات: إنكار معرفتها لمايا دياب. مايا دياب كانت من المساندين لعادل كرم. هل بتشوفي مايا دياب فنانة معروفة؟ والله ما أعرف. ورفض تشبيهها بنضال الأحمدية. ما أسمح لك أن تشبهيني بهذه المرأة. وتأكدها بأنه بعض الإعلاميين اللبنانيين هاجموها لأنها الفنانة الخليجية الأهم على الساحة. طب ليش دايما بتهاجم أحلام؟ محمد عبده خليجي، نوال الكويتية خليجية، في فنانين كثير على الساحة خليجيين، ليش دايما أحلام يعني؟ أحلام لأن هي المهمة حاليا. وأحلام حبت تأكد على بعض التصاريح اللي قالتها معانا، فرجعت نشرت مقاطع من المقابلة على صفحتها على إنستغرام، وطبعا الفيوز كانت كتيرة جدا. أنا أحلام أم فاهد، هذا هو لقبي اللي أنا أحبه. أنا أحلام، يعني بقول لك شحيم تقولين أنت مغرورة، يعني اعتبريها قرور. أينما يجلس قيصر فهو رأس الطاولة. ونقطع السطر. ومن بعد هالجدل كله أحلام رح تواجه جمهورها على المسرح لأول مرة بعد The Queen في مهرجان فاس للموسيقى الروحية في المغرب يوم 13 مايو. المهرجان ده واحد من أهم المهرجانات الموسيقية العربية، وكمان بيكون برعاية ملكية، ومن النجمات العرب اللي هيغنوا فيه السنة دي بالإضافة لأحلام هي سميرة سعيد.